معين، تمام؟ لحد هون طريقة عمل هذا الاشي. مثلا لو اول شغلة واحد زائد اكس تربيع، مثلا اكس تربيع زائد خمسة، طريقة حل الاشي هذا عندي اول وحدة، يا اما بروح مباشرة بحذف الاصغر، ثاني طريقة ايش بروح بعمل، مش بحذف الاصغر، ثاني حد بكرر الحد الاصغر، يعني الحد الاصغر بصير زي الكبير. مثلا زي هذا الاشي بروح ايش بعمل هون، بكر تكرار الحد الاكبر مكان الاصغر، يعني مباشرة بروح ببلش هون. هذا الاشي كيف بتروح بتقارنه؟ مثلا قارنه، حكينا نحذف الاصغر اكس تربيع، نفس الاشي التكامل، تمام؟ هسه بكون معطين مثلا افرض انا من ثلاثة للمال النهائي، من ثلاثة للمال النهائي، تمام؟ هسه مين اكبر هذا ولا هذا، ومين اصغر هذا ولا هذا، يعني قارنهم بعض. لو عوضت الواحد هون راح يطلع معك واحد، هون راح يطلع معك كم سدس، اذا مين الاكبر؟ هذا الاكبر، صحيح؟ تمام. بما انه هذا الاكبر حسب نظرية البي سيريز، هذا ايش، او لو جيت كاملته راح يطلع البي اثنين، اذا هذا ايش؟ كونفيرج، صح؟ هذا كونفيرج، كونفيرج اكبر، هيها هاي القاعدة، صح؟ اذا هذا التكامل كونفيرج. وصلت الفكرة كيف؟ بمسك هذا التكامل، يا اما بروح اول اشي بحذف الحد الاصغر، تمام؟ وبقارنه، بحط الاشارة هون، بروح بحل هذا، اذا طلع كونفيرج ونفس هاي الاشارة اللي حطيتها هون بيكون كونفيرج، ما طلع هيك دايفيرج، تفشل النظرية. لو طلع مثلا هون دايفيرج تفشل هاي النظرية، برد بروح بجرب مين؟ تكرار الحدود، تمام؟ لو على سبيل المثال اخذنا كمان واحد، تكامل اكس تربيع على اكس اس خمسة زائد اكس، هذا ايش حكيت لك؟ بروح بقارنه مع مين؟ مع الاصغر. كيف مع الاصغر؟ او يعني مع اقتران هاي، بحذف الاصغر، ايش صار التكامل عندي؟ اكس تربيع على اكس قوة خمسة، تمام لحد هون؟ هسا مين اكبر؟ لو عوضت الاثنين هون راح كم راح يطلع معك؟ اثنين، هون اربعة، وهون كم؟ اربعة اس اثنين اس خمسة، 32 زائد اثنين 34، الرقم 1/16 مثلا، وهون لو حكيت اكيد مين راح يطلع عندك؟ هاي، فانه هيك راح يصير الاقتران، تمام؟ هاي على البي سيريز بي بتساوي 3، اذا كونفيرج، اذا هذا الاقتران كلياته كونفيرج، يعني بهالبساطة هذا الموضوع، تمام لحد هاي الفكرة هون. بدي احكي لكم، بدي اشوف مثال انه بحيث انها ما تزبط، كيف يعني انه لو اجيت قارنت هاي ما هاي. لو حكينا التكامل اكس تربيع على اكس تكعيب زائد او ناقص جذر الاكس او زائد جذر الاكس، تمام؟ ايش بحكي هون؟ مباشرة بروح بحذف الحد الاصغر، ايش بصير عندي الاقتران؟ هون اكس تربيع على اكس، اكس تربيع على اكس تكعيب، تمام؟ مين اكبر او مين الاصغر؟ لو عوضت مثلا ناخذها جذر كامل، لو اخذت الواحد، واحد على واحد زائد واحد، تمام؟ نص على واحد، مين اكبر؟ هذا اكبر، تمام؟ هاي على البي سيريز بتساوي واحد، اذا هاي دايفيرج، ما حققت لي هذا الشرط، فانا مجبور اروح على ايش؟ على الحد الثاني اللي هو ايش؟ تكرار الحدود، تمام؟ اللي هو ايش حيصير؟ اكس تربيع على اكس تكعيب زائد جذر الاكس، اكس تربيع على اكس تكعيب زائد اكس تكعيب، يعني اثنين اكس تكعيب، مزبوط؟ لو عوضت الواحد مين راح يطلع اكبر؟ هاد، او خذ الاثنين او خذ الاربعة عشان يطلع جذر كامل، اربعة على اربعة نفس البسط، نشوف المقام مين اكبر، اربعة راح يطلع مين الاكبر؟ هذا الاكبر، هيك، تمام؟ بهاي الحالة أنا شو بروح بعمل؟ بحل هذا، هذا على البي سيريز بيطلع كم عندي؟ واحد، إذا إيش؟ دايفيرج. هسا أنا اخترت هذا الشكل، صح؟ طلعت معي دايفيرج، هاي طلعت معي دايفيرج، صح؟ نفس الإشارة وهاي طلعت دايفيرج، إذا هذا السؤال دايفيرج. هي عندي، يعطيكم العافية، هسا بدي أكمل آخر إشي.
اللي هو اللهم صل على محمد. اذا كان عندي ايش هسه نيجي لجزء المقارنه، كيف هذا جزء المقارنه؟ لما يكون هسه احنا قبل شوي كنا حكينا انه لما يكون عندي حاله جمع او طرح كنت اروح يعني احذف الحد الاصغر او اكرره، لكن في بعض الاقترانات زي كيف تيجي عندي مضروبه في بعض، هاي الحاله انا مجبور اقارن بهاي الاشياء، هذول لازم تكون حافظهم زي اسمك. هسه بدك تعرف انه اكس لما تقارنها مع ان الاكس بتكون اكبر منها، الواحد اكبر منها، هاي شغله. هذول إذا كانوا بالمقام، في إي قوة إكس في واحد، وعندك إكس تربيع أكبر طبعا من إكس، أكبر من جذر الإكس، وبدك تعرف إنه الساين تربيع والكوساين تربيع هذول بتقارنوا مع أنهم أكبر من الواحد، وآخر إشي التان إنفيرس للإكس بتقارنوا مع مين؟ مع الباي على 2. تمام لحد هون؟ اللهم صل على محمد. خلينا نشوف مثال، على سبيل المثال هيك هذول حفظ، حفظ زي اسمك حفظ. خلينا نشوف مثال، بيجي بيحكي لي انه عندي تكامل من مثلا من ثلاثة لما لا نهاية، دي الاكس على ايش؟ على جذر الاكس في لن الاكس. طريقة المقارنة، هون كان عندي جمع، لو كان عندي جمع اول اشي بروح بحذف الاصغر، ثاني اشي بكرره، بس هون ما عندي انه اقدر احذف، هسه هون انا ايش؟ مجبور اقارن. كيف بروح بقارن؟ بروح بقارن، اللهم صل على سيدنا محمد، مثلا لو حكيت بدي اقارن لن الاكس مع الاكس، مع مين لن الاكس؟ ها لن الاكس مع الاكس، ايش بده يصير عندي؟ تكامل من ثلاثة لما لا نهاية، دي الاكس على ايش؟ حط بدل لن الاكس اكس، اكس وفي جذر يعني اكس قوة ثلاثة على 2، مظبوط؟ طيب مين أكبر الاكس ولا لن الاكس؟ حكينا الاكس، لكن هاي ايش؟ بالمقام، هذول لازم يكونوا بالبسط، لكن هاي بالمقام فإنه بدها تصير العكس، صحيح هيك؟ نيجي نحكي هذا، هذا على قانون البي سيريز، ايش بيطلع معاي؟ هذا على قانون البي سيريز 3 على 2، إذا هذا كونفيرج، تمام؟ احنا حكينا إذا قارناها زي هيك، لازم يطلع معاي الاقتران دايفيرج حتى أحكي دايفيرج، فبهاي الحالة بفشل،